انطلقت في 23 من جوان الماضي حملة تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة لتنتهي يوم 22 من جويليا الجاري. أساليب مختلفة تم اتباعها في عملية التسجيل، أبرزها الاعتماد على منظومة التسجيل عبر الهاتف الجوال، منظومة لم تخلو من بعض الهينات. إلى حدود هذا اليوم نحو 50,000 تونسي سجلوا للمشاركة في الانتخابات المقبلة. قرابة 60% منهم اختاروا منظومة الهاتف الجوال التي تعتبر حسب عدد من الملاحظين الحلقة الأضعف في عملية التسجيل. أول حاجة ما ننساوش اللي غير مفتوحة والولوج إليها من طرف الأميين مستحيلة، عملية معقدة جدا مستحيلة. ثاني حاجة فما أعطاب، معناتها العديد من الأعطاب المرتبطة بالريزو في بعض المناطق داخل تراب الجمهورية خصوصا الجنوب التونسي. لكن أيضا الإشكال الكبير هي الطريقة، الطريقة معقدة جدا خصوصا كونه فما غياب واضح وكبير جدا في مادة عملية التوعية والتحسيس في استعمال الهاتف الجوال. بدينا في حملة تحسيسية معناتها الحقيقة قوية جدا ومش تكون قوية إن شاء الله مطلع الأسبوع الجاي زادة، وبدينا حتى وصلنا نمشيو للمواطن وين يمشي للكوشة يمشي للعطار ونمشي بدينا المعلقات واللصق في الـ في الـ في الـ في هذوما لي كود في كل بقعه. ما عندناش مشكل تغطيه، وخذينا التغطيه نتاع من الوكاله التونسيه للاتصالات، خذينا التغطيه نتاع لي زوبيراتور كل في تونس، وقسمنا التليفونات هذه بانطلاقا من نسبه التغطيه في كل مكان. تبسيط عملية التسجيل خاصة بالنسبة للأميين وضمان تغطية شاملة بشبكة الاتصالات في المناطق النائية صعوبات يحتاج المختصون في الإعلامية بالهيئة المستقلة للانتخابات لتذليلها بهدف الاستفادة من تقنية دخلت بيوت التونسيين وصارت ركنا أساسيا في عملية التواصل، إذ يبلغ عدد المشتركين في الهاتف الجوال 12 مليون مشترك.